عندي رسالة أتمنى أنها تصل لوزارة التربية والتعليم. اليوم أنا أرى أن غير مش من المجدي اليوم إحنا أن نخلي طلاب المدارس ينهون عامهم الدراسي قبل نهاية شهر 5 وأخليهم يرجعون في منتصف شهر 8. تعلمون أن في محافظة ظفار موسم خريف، وهذا الموسم في حركة سياحية واقتصادية على المحافظة بل على البلد، فبالتالي الناس كلها تضطر أنها ترجع باكرا لولاياتهم ومحافظاتهم، ولا زال موسم الخريف تو بادي في ذروته. تتعرفوا أن موسم الخريف في ذروته في بداية شهر 8، فحبذا لو كان الدراسة تؤجل إلى منتصف شهر 9 سياحيا واقتصاديا. حتى الطلاب اللي يدرسون في الأماكن الجبلية في محافظة ظفار صعب عليهم الوصول للمدارس بسبب قوة الرذاذ، فأتمنى أن يوافقني الجميع في هذا الرأي، أن البداية الدراسة تبدأ في منتصف شهر 9 وتنتهي، بدل لا تنتهي في نهاية 5 تنتهي في منتصف شهر 6. هم يخلصوا مني دراسة ومني يهم عيد الأضحى ويكملوا إجازتهم، الناس تستمتع بموسم الخريف وبالسفر وبالأجواء الطيبة، ومن ثم يرجعون إلى ولاياتهم ومحافظاتهم. بعد تدشين الهوية البصرية المميزة والجميلة لمكتب المحافظة لمحافظة جنوب الشرقية، رسالتي أوجهها لمكتب المحافظ، رسالتي أوجهها لسعادة الدكتور المحافظ. دخلنا قريب ندخل فصل الصيف، وكما تعلمون بأن محافظة جنوب الشرقية بها من المواقع السياحية اللي ما يصبر عنها أي شخص في عمان، ابتداء من نيابة من طيوي ووادي شاب وصور بنفس الشواطئ وخور بطح ورأس الحد، وعندك في جعلان الأشخرة، وعندك أبو حسن، وعندك مصيرة. ماذا أعدت أو ماذا أعدوا الإخوان في مكتب المحافظ لاستقطاب السواح أو لجلب السواح وإغراءهم بأن يأتوا لمحافظة جنوب الشرقية؟ هل سوف نشاهد هناك مناشط وفعاليات تجذب السائح من مختلف محافظات وولايات السلطنة لمحافظة جنوب الشرقية، أم